السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم نشرة الأخبار على رأس الساعة من راديو دارندوكا مع صوت شعب دارندوكا. نائب رئيس مجلس السيادة يلتقي سلطان دار مسالي. التقى نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد مالك أغار إير بمكتبه ببرسودان اليوم سلطان صاعد عبد الرحمن بحر الدين سلطان دار المساليد، وتلقى سيادته تنويرا كاملا حول مشاركته في مؤتمر باريس. وأوضح سلطان بحر في تصريح صحفي أن مشاركته في مؤتمر باريس أجحدت أكبر مخطط إقليمي ودولي لتقسيم السودان وإعلان دولة دارفور من باريس. وكشف بحر أن مشاركته ساهمت في إلقاء المؤتمر الذي لم يستمر سوى لساعات ولم يصدر بيان ختامي ما يمثل نصرا للشعب السوداني وإرادته الوطنية. وبان بحر أنه قام بزيارة البرلمان الفرنسي والتقى رئيس اللجنة الاجتماعية وأطلعه على احتجاجات السودانيين اللاجئين في مصر ويوغندا وتشاد وجنوب السودان وليبيا والذين يعيشون أوضاع إنسانية سيئة. والتقى سيادته بعدد من المنظمات الإنسانية الفرنسية وتم تنويرهم بالأوضاع المعيشية الصعبة الناتجة من الحرب الدائرة الآن. وأبان سيادته أنه التقى عدد من الأفراد الجالية السودانية وأوضع لهم المخطط والمعامرة التي حاولت لتقسيم السودان، مبينا أن الحاضرين عبدوا تجاوبا كبيرا عزز من الروح الوطنية. وأوضح بحر أن نائب رئيس مجلس السيادة أصدر عدد من التوجيهات سيتم التعامل معها والالتزام بها. ختام الموجز، تقبلوا تحياتي وتحياتي. في قلوبنا ستعود يا دانك حرة.